السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة في صالون الخياطة مع الناسي. مرحبا بكم. شوف هذا الموديل تاعو، نشوف اليوم ان شاء الله الموديل طالع جديد مخدوم بقدام بالخياطة بالبرشمان، خيط ترازز بالبرشمان كما كتشوفو، في واحد الطريزة تاهي في الكمام في اليدي كما كتشوفوا. واحد المدير طلع حتى هو طلع زوين تبارك الله. كنشكر الناس اللي دخلوا عندنا واللي خلوا داروا لنا لي جيم واللي تابعونا واللي خلونا كومونتيرات، كنشكرهم بزاف. ومرحبا بالناس تاعهم اللي اول مره يشوفوا هذه القناه ودخلوا ليها وشافوها، مرحبا بهم. حتى هما يشوفوا الفيديو الى عجبهم خليوا لي شي لايك شي كومنتير وشي شي فيديو شي تعليق زوين، والمرة يدخل عندنا يشرفنا بالمتابعة ديالو. هذا واحد الموديل مفتاحي في الجناب، جنيبات مفتيحات قريبة في الجناب. ومرحبا بكم. هذا واحد التوب كريب ريي طلع في هذا الموديل زوين تبارك الله، بصحة وراحة مولاتو. المهم كما دائما اللي وجدت شي بياسة كنقولو لها بصحة وراحة، تلبسيها ان شاء الله بصحة وراحة، تستاهلها، طلعت فنة تبارك الله مع شي طريزات. نلبسها بالعقيق تاهي تنبات طريسات، طريسات صغار. هاد الطريسات هادو كيجيو مع خدمة البرشمان كيطلعو زوينين، يعني كيبقاو زوينين صغيورين لوين. وفي القب تا هو كما كتشوفوا القب تريسة زوينين. طالعين زوينين تبارك الله. هما طريسة زوينين تاهم كيجيو في القاب. شبيكات برشمان، هذا لورونج، ها لورونج، كاين برونز، كاين برونز، كاين واحد المارو، كاين المارو كيمشي منسق معاها، كاين واحد البيستاج عندنا لتحت كما كتشوفوه دابا، كاين هنا ها هو واحد البيستاج كاين. يعني كيكونوا اللوينات ديال الطرزه هما اللي كنديروا بهم لهاد الترزيزات ديال البرشمان، هاد الشبيكات باش كتطلع زوينه، كتطلع رائعه تبارك الله ما شاء الله. المهم اللي شاف هذه يشوف يقول لينا كي جاتكم هاد الجلابه، السؤال مطروح كي جاكم الموديل وهاد الجلابه.